ولسه مكملين معاكم فقرتنا من مهارات عظيمه. معروف طبعا عن البنات والسيدات انهم بتلاقيهم مهتمين بفكره انهم يبحثوا عن الفيتامينز، مصادرها، اهميه كل فيتامين، سواء بقى للشعر، للبشره، للجسم بشكل عام. طبعا الاهتمام ده مش بس قريب يعني، لكن فعلا جسم المراه بيحب او بيمر بمراحل كتيره جدا بيفقد فيها كتير من الفيتامينز والمعادن، بالتالي بتحتاج ان هي تدعم ده بشكل او باخر. طيب هل ده بالنسبه للمراه بس او للسيده بس؟ لا، كمان بالنسبه للرجل، لانه كمان جسمه بيحتاج للفيتامينز بنفس القدر والاهميه اللي بيحتاجها جسم المراه. طيب ايه الاضرار بقى اللي ممكن تحدث للرجل نتيجه نفس نقص الفيتامينز دي في جسمه؟ كل ده واكتر هنعرفه طبعا مع دكتور دينا ابو سعود، ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني النهارده، وهي المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا عظيمه. احنا اهتمام الرجل النهارده حاطينه في المقدمه. طبعا طبعا، صح كده؟ اكيد اكيد اكيد. حبيبتي انا طبعا سعيده طبعا بوجودك معايا حبيبتي، وسعيده قلبي. اكتر بان احنا هنتناول بقى قصه اسئله عن الرجل، لان كل الاسئله جايه لنا من رجال معظمهم، فانا مبسوطه على فكره التفاعل ده حلو جدا طبعا، وانا سعيده بيه. طبعا قولي لنا بقى بجد، احنا دلوقتي جسم المراه عارفين يمكن عشان احنا اكتر بنفولفد اكتر في الموضوع بنشوفه بشكل كويس، لكن الرجل ممكن يكون شويه معلوماتنا شويه احنا يعني قليله عن اعرف بقى الرجل ده فعلا محتاج زي فيتامينز ولا انا محتاج اكتر منه، ولا هو اللي محتاج اكتر مني، ولا ايه بالظبط؟ الرجل اكيد بيحتاج فيتامينز وفيتامينات ومعادن يوميا. ممكن نقول ان الست في فترات معينه في حياتها بتحتاج تركيز اعلى او بتحتاج اكتر. لو عدت ال 45 وال 50 وحصل لخبطه في الاستروجين والبروجسترون وهرموناتها، بتحتاج وقتها عشان بتحتاج وقتها كالسيوم وحاجات عشان ما يحصلهاش كومبليكيشنز، لان اكيد لخبطه الهرمونات بتعمل مشاكل شويه. لكن الرجل اكيد محتاج فيتامينز. ممكن الست تحتاج اكتر كمان عشان التمثيل الغذائي بتاعها شويه بطيء، لسرعه الايض شويه بطيء، لان الراجل بنيانه عضلات اكتر من دهون، الست دهون اكتر، فيعني بتبقى البالانس. الفروق دي مهمه طبعًا، على فكره طبعًا مهم نعرفها كمان، الجندر، النوع السيده او رجل وكده. لكن اكيد اكيد لا غنى عن الفيتامينات والمعادن للرجل لو عايز يهتم بصحته، لو عايز يدعم مناعته، لو عايز يدعم نشاطه، لان الراجل هو اللي بينزل. الستات دلوقتي بتشتغل كتير، كلنا بنشتغل، بس الرجال كتير بتبقى هي اللي مسؤوله عن البيت وبتشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، وبينزلوا من الصبح ما بيرجعوش غير بالليل، فعندهم مجهود بدني رهيب. محتاج طبعا فيتامينات ومعادن. واكيد برشح لاي رجل بيتفرج علينا المنتج الغذائي المالتي فيتامين اي ال بي او الب مالتي فيت، هيبقى رائع لاي رجل في اي سن، لان الب مالتي فيت هيدعم نشاطه، هيدعم طاقته، هيدعم مناعته. بستاذن الناس اللي بتتفرج علينا تصور شكل العلبه، هي دي العلبه، احنا موجودين الحمد لله في كل الصيدليات في كل المحافظات. بس ما عنديش بديل. اوكي. انا ما عنديش بديل. ملوش بدائل. لا، عشان كده بقول للناس تصور شكل العلبه. عندنا موجودين مكتوب اهو، يدعم الطاقه والمناعه، متوفر بالصيدليات. اوكي، وكمان نقدر نجيبه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه اللي هو رقم شركه بايو ناتشرال، وليكم حريه الاختيار، عايزين نجيبه من الصيدليه اوكي، عايزين نجيبه عن طريق الرقم لو مش عايزين ننزل في الحر او مكسلين ننزل. لا، هو كمان هينفع اصدقائنا اللي في المحافظات طبعا، لانهم اكتر ناس هيسالوا هو فين وعايزين يوصلوا له اسرع. احنا موجودين في صيدليات المحافظات يا جماعه. اوكي حلو. احنا موجودين اوريدي في سلسله صيدلات معروفه جدا في المحافظات كلها، هي دي، فهي سلسله الصيدلات دي موجوده في كل محافظات مصر. 27 محافظه. 27. انا ذاكرت، انا مش شاطره جغرافيا، انا ذاكرت جغرافيا غصب عني السنه دي. لا، انا كنت بذاكر في الكويت، فما خدتش جغرافيا. ربنا رحمك. بس يمكن اكيد لو ما دام انت متاكده انها 27، اكيد ما انا درست بقى للولايات فاشتغلت تيتشر. فموجودين في 27 محافظه مصر الصيدليات، وبلس ان احنا نقدر نتصل عن طريق الارقام وبنوصل لحد باب البيت. حتى يتقال لهم
اقرب مكان ليهم فين، صح كده؟ طبعا يبقى لهم اقرب مكان للصيدليه. طبعا طبعا خدمة هايلة. وبستاذن اكيد الكنترول يعرض لي ترخيص الب مالتي فيت. اوكي اهو ده الترخيص بقى بتاع الب مالتي فيت. مهم جدا ان الناس تطمن، احنا بنتكلم على رجاله، لا رجاله وستات تطمن المنتج مرخص من هيئه سلامه الغذاء. يعني معنى كده المكونات فعاله، المكونات اللي هي الفيتامينات، ايوه الفيتامينات فعاله، الفيتامينات ملهاش اضرار، واوريدي اتصرح انه يتداول. واصلا لو هو ما هو مش هينفع يتداول في الصيدليات بدون التصريح. بالظبط بالظبط. فانا حابه جدا في كل حلقه اعرض الترخيص، سلامه وامان وصحه لكل الناس اللي بتتفرج علينا. اكيد هو ده ميزه. اقول لك ليه؟ للناس اللي مثلا ممكن تكون عن طريق الاونلاين، ساعات بيبقى في ناس بتعرض فيتامينز معينه ما بنبقاش عارفين احنا اساسها ايه. اكيد. فانا أكيد. انا بالنسبه لي انا يعني كانسان انا هجيب اللي انا بشتريه، ما اعرفش، بحس ده امن. اكيد طبعا يعني طبعا راحه نفسيه وارتياح، لانه لو في اي حاجه لا قدر الله هعرف ليه مرجعيه. اول ما تعرفي ليه مرجعيه الحاجه في الصيدليه خلاص انت مطمنه. الصيدليات يوميا عليها تفتيش، والصيدليات اوريدي انت خلاص انت بتاخديها من الجهه الامنه. زمان كمان يا دندون بقى الموضوع بجد كنترولد اكتر. فيري كنترولد، فيري كنترولد. فطبعا انا بقول للناس كلها ان الصحه لا تعوض طبعاً. اي حاجه بناخدها مش بس بيلز، مش طبعاً. بس بيتبلع اي حاجه للبشره، اي حاجه سطحيه كمان، لان البشره الحاجات بتمتص بقى، واي اي حاجه للشعر. خلوا بالكم من الحاجات اللي بتتباع ما اعرفش يعني اساسها مصدرها منين. بالظبط بالظبط. طيب عايزه اسالك حاجه بقى، الاضرار اللي ممكن يعني تحصل للراجل ايه بنقص الفيتامينز؟ يعني ممكن يحس بايه؟ هو هيحس بتعب، بخمول، عدم نوم، ارق، المود بتاعه مش احسن حاجه، البشره شحبه، ممكن هالات سوداء، تساقط شعر. لو مش التساقط ناتج عن حاجه وراثيه برضو، عشان نبقى متاكدين، وان التساقط مش ناتج عن مشاكل في الكلى برضو. أوكي. يعني عندك حاجات مزمنه لا قدر الله، او امراض معينه احنا ما عملناش يعني تحاليل عليها، او امراض مناعيه بنحتاج، لان احيانا الشعر بيتساقط من مرض مناعي، فبحتاج الدكتور مناعه طبعا، لان هو اللي هيرشدني هعمل ايه. لكن هل الب مالتي فيت بيتعارض مع اي ادويه مناعه، اي ادويه سكر، اي ادويه قلب، اي ادويه كوليسترول؟ خلي بالك الب مالتي فيت بيدعم جدا اصحاب مرضى الكوليسترول، لانه بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره ويحولها للكوليسترول لاحتوائه على فيتامين اي. هايل. لكن هو لا يتعارض. رقم واحد روشته الدكتور، ورقم اثنين بنعمل صيانه للجسم وتدعيم للجسم وصحه للجسم بالب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. طب ده للشخص او الرجل الطبيعي، صح كده؟ طبعا. طب لو اتكلمنا عن الرجال الرياضيين اللي بيمارسوا رياضات بقى، في منهم رياضات عنيفه، في منهم رياضات يعني عاديه، بس بيبذلوا مجهود برضه وبيحتاجوا القوه كده وطاقه قويه يعني، صح، بلس الاكل طبعا. طب يناسبهم الب مالتي فيت؟ رائع لاحتوائه على مجموعه فيتامينات ب كامله، وده اللي بيميز الب مالتي فيت على مكملات غذائيه كتير موجوده في السوق. كويس. الب مالتي فيت ملم بعائله فيتامين بي، هو مش فيتامين واحد. فيتامين بي انا عندي مشتقات كتيره جدا، ويوميا انا محتاجه انبوت من فيتامين بي يوميا، حتى للرجل طبعا. طبعا. يوميا انا محتاجه كالسيوم، يوميا انا محتاجه فيتامين سي، يوميا انا محتاجه فيتامين بي وزنك، وزنك يوميا. انت طيب هل نسبة في الزنك يا دينا؟ صح كده، الزنك رائع للرجل، مناعه، تدعيم للخصوبه، وطاقه، وتنشيط الدوره الدمويه. Yeah. فالزنك رائع لاي رجل. طب احنا طبعا ممكن نشوف، تعرضوا لنا البليز اللي فيها النسب عشان اصدقائنا يشوفوا معانا النسب الموجوده في الفيتامين ده قد ايه من كل حاجه. بالظبط. عشان برضو تستعرضيهم معانا بليز يا دكتوره دينا. اكيد اكيد. قوليهم لنا، لانه انا عارفه ان في مجموعه دي صح كلها. صح. فاحنا طبعا هنا استعرضوا شكل العلبه، يا ريت نحفظ شكل العلبه، وهي مكتوب ورا اهو في ظهر العلبه كمان. مكتوب في ظهر العلبه حاجة. كل الفيتامينز اللي موجوده والمينرالز. طبعا هنا ثلاث شرايط، يعني الكورس او العلبه يعني بتكفي شهر. كويس قوي. الكبسوله المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء كبسوله واحده في اليوم. أيوة. لان انا مش محتاجه اكتر من كده. يعني ممكن مثلا حد يقول لك ايه، الله ده حلو قوي دكتوره دينا، ده انا جربته ده جميل، ده انا هاخد لي ثلاث كبسولات. لا لا، هو الكبسوله الواحده هي كفايه جدا.
الكبسولة أنا يوميا بعد الفطار أو بعد الغداء هكفي احتياجي من الزنك، من فيتامين ه اللي هو إيه اللي أنت طلبتيها وهي عظيمة، من فيتامين سي، من فيتامين ب3، من فيتامين ب6، من فيتامين ب5، من حمض الفوليك، من الفيتامين ب12. كوبالامين مهم يا جماعة، الكوبالامين اللي هو فيتامين ب12 مهم هو اللي بيكون لي كرات الدم الحمراء. والله مهم قوي ان انا اعرف ادعم دمي طبعا. خلي بالك صحه الدم من صحتنا، الدم بنعتبره وسيله مواصلات كل حاجه عايزينها بتوصل ليه، وسيله مواصلات كل الفيتامينات والمعادن للجسم، وسيله مواصلات الهرمونات لما بتطلع من الجلاند او من الغده، الهرمونات بتفرزها الغده عشان تروح للمستقبلات في الخلايا. مين اللي بيوصل الهرمونات؟ الدم طبعا. الدم وسيله مواصلات الفضلات والسموم. مين مين بيطرد الفضلات؟ كل ده انا بعتبر ان الدم ده التاكسي بتاع كل حاجه هو، فلازم ادعم دمي. طبعا لازم اقول ان الكوبالامين موجود داخل الب مالتي فيت او اي ال بي، لان الناس يقول ايه حد كان بيشتري من الصيدليه، لا احنا عايزين اي ال بي، فممكن يكون الصيدليه عارفاه باسم اي ال بي، فاي ال بي هو الالب مالتي فيت، فبس احنا بنختصر يعني ابريفيشن بنستسهل ونقول الب، لكن هو الاسم العلمي بتاعه اي ال بي مالتي فيت. هايل. كنت بقول ايه يا عظيمه، بتكلم بقى على فيتامين سي موجود وفيتامين بي بقى. كلمينا بقى عن مجموعه فيتامين بي دي مهمه قوي قوي. فيتامين بي عايزه اعلي التمثيل الغذائي. عايزه اعلي سرعه الايض. مفيش تمثيل غذائي مفيش حياه. ايه التمثيل الغذائي؟ هو تحويل الاكل، عمليه تحويل الاكل للطاقه. فلما كل ما بيسرع الرجل عمليه التمثيل الغذائي، كل ما مناعته بتقوى، كل ما طاقته بتقوى، كل ما بيتخلص من السموم في جسمه. يعني التمثيل الغذائي نقول لك ايه، احنا محتاجين تمثيل غذائي عشان الطاقه، انت عندك طاقات خفيه احنا محتاجين فيها تمثيل غذائي. طريقه النفس عشان ندعمها، عشان ادعمها. يعني فهمت. طريقه النفس ده على فكره احنا مش حاسين، محتاجين تمثيل غذائي. نقل الهرمونات، انت بتحسي بهرموناتك؟ لا انا بحس بهرموناتي. محتاجين تمثيل غذائي. طرد السموم، محتاجين تمثيل غذائي. قلب مالتي فيت داعم جدا لعمليه التمثيل الغذائي لانه بيحتوي على فيتامين ب العائله كلها. طب خلينا ناخد تليفون معانا استاذ محمد من هنا. اهلا وسهلا. ايوه معاك يلا. اهلا بيك يا فندم، اتفضل استاذ محمد. تمام يا ابني، اتفضل لو ليك اي سؤال يا فندم اتفضل. معاك دكتوره دينا. مساء الخير يا استاذ محمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا دكتوره، اهلا بيك، اتفضل سؤالك. تمام. هو بالنسبه للمكمل الغذائي دي يعني هو جاب نتيجه كويسه يعني. حضرتك جربته؟ جربته. بقالك قد ايه بتاخده؟ تمام. هذا 3 شهور. 3 شهور. طب قول لي يا استاذ محمد، حسيت ايه الفرق يعني معاك؟ انت بتستخدم قد ايه؟ كبسوله واحده زي ما انا بقول؟ هو احنا كذا دكتوره يعني بالنسبه للمخ والاعصاب والكلام ده. حسيت بنشاط اكتر؟ حسيت بطاقه اكتر؟ لا حسيت هو جاب مفعول كبير يعني بالنسبه، كان المخ دايما زي الحرقان كده. اوكي. طيب حلو، حلو قوي. انت اخدته 3 شهور يعني انت استخدمت 3 علب صح؟ يعني تمام. يعني كل شهر بتجيب علبه. تمام. طيب سعره ايه؟ انا عايز اعرف. معلش يا استاذ محمد انا عايز اعرف حاجه، سعره كويس مناسب؟ هو سعره كويس بالنسبه يعني بيجيبوا لي لغايه البيت ب 100 جنيه الشريط. ماشي يا استاذ، مفيش مشكله. طيب السعر، انا مبسوطه ان السعر عجب حضرتك واتمنى لو حضرتك متزوج تخلي الزوجه تجربه. يعني لو حضرتك متزوج الزوجه تجربه برضو، تجيب لها علبه لان السعر حلو قوي وهتلاقي نتيجه كمان معاها حلوه جدا، حتى شعرها وبشرتها يعني هتحلو اكتر كمان مع اي ال بي مالتي فيت. وميرسي قوي على تليفونك، وانا مبسوطه قوي فعلا ان حضرتك اتكلمت وبتبسط من الفيدباك ده والناس الحقيقيه. طبعا يعني انا بتبسط جدا من الناس الحقيقيه اللي جربت واتكلمت وقلت الساعه على الهواء. ميرسي لحضرتك يا استاذ محمد. شكرا ليكي يا فندم. طيب نستكمل بقى حديثنا. خلينا نقول احنا دلوقتي اتكلمنا عن خلاص الـ الاهميه سواء للسيده او للرجل. خلينا برضو نقول طيب اعمار تبدا من قد ايه؟ لو انا مثلا عندي اطفال
هل اقدر اديه لهم؟ انا دايما اصل في ناس بتربط فكره ايه يا زينه؟ تقول لك انا اي حاجه اقدر اديها للطفل تبقى هي امان، اديها للسيده الحامل تبقى امان. هم بيطمئنوا من الناحيه دي. فممكن توضح لنا الموضوع ده؟ هو قلب مالتي فيت اول سن بياخده 13 سنه. 13 سنه طبعا هيبقى حلو جدا اول ما بيخش في سن المراهقه ياخد حتى يبلع القرص. لان القرص كبير شويه. صعب ان الطفل يعرف يبلعه. اوكي. فهو من 13 سنه. اوكي. الست الحامل بدا عاملها قلب مالتي فيت اكيد رائع ليها. كويس قوي. ممكن تسال مثلا بعد الشهر الخامس محتاجه جرعات كالسيوم اعلى. بتحتاج. بتحتاج 1200 ملي جرام، لكن لو هي مش حامل ما ينفعش ان الكالسيوم يعلى عن المعدل الاساسي. تمام. قلب مالتي فيت رائع ان نسبه الكالسيوم مش عاليه. فاقدر اخده يوميا بدون خطوره ولا ترسيب او الحاجات اللي احنا قلق بقى ياثر عليا. وطبعا ناس كتير مثقفه وبتتفرج طبعاً. علينا وفاهمه تقول يا دكتوره دينا انا باخد كالسيوم كل يوم، طب ايه الاخبار؟ لا، شوف الكالسيوم عندي 70 ملي جرام. فلا يمكن لا يمكن يحصل ترسيب للكالسيوم. نسبه الزنك بقى كلمينا عنها لان انا يعني مبسوطه جدا بيها. نسبه الزنك ده اللي بيميز قلب مالتي فيت على تركيز الزنك. قبل ما اعرف منك موضوع فكره الزنك، ما انا برضو لازم اسال. ما انا مش قصدي حاجه ان انا براجع وراكي، لا يعني انا لما جيت اجيبه واسال عليه في الصيدليات بعد ما انت اديتيني العبوه. انا قال لي لا، في حاجه يعني بعض الفيتامينز والمكملات الغذائيه ما بيبقاش فيها النسب عاليه كده. صح. بتبقى نسب اقل من ده. فهو يعني دي برضو حاجه حلوه الواحد يعرف الدكتور الصيدلي نفسه بيقول ايه. طبعا. فكره اي صيدليه هتدخلها. أيوة. هو عارف وبيقول لك ده كذا وده كذا، انه عارف كل المجموعه اللي موجوده عنده. لا، احنا صيادله ودرسنا كل ده في انا 5 سنين في الكليه، وبيبقى عندنا طبعا وعي شديد بالصيدليه اللي انا شغاله فيها والتركيزات. واحنا انا زمان كنت بشتغل في الصيدليات بس دلوقتي تفرغت لشغلي. لكن لا طبعا طول الوقت انا قاعده بحب اعمل ابجريد لنفسي طبعا. وعارفه المكملات اللي حد يجي يخش. حد يجي يعني كلاينت يجي يخش ابقى انا فاهمه الحاجات الابديتنج. انت عارفه الفيتامينات كل شويه بقت اسعارها فلكيه. خلينا نتكلم ان في انواع فيتامينز اسعارها فلكيه، مش متناول الجميع يا جماعه. فيعني انا لما الاقي فيتامين فيه كل الخواص دي ومرخص وبيتباع في الصيدليه وفي سهوله ان انا اصدقائنا في محافظات يجيبوه وفي نفس الوقت سعره مناسب ويكفيني طول الشهر. طبعا دي حاجه هايله. طب احنا معانا تليفون. معانا مين؟ معانا رضوى من القليوبيه. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه رضوى، اتفضلي. كيف حالك؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي نورتينا. اتفضلي حبيبتي لو ليكي اي سؤال. ممكن اكلم دكتور دينا؟ اتفضلي يا رضوى. دينا معاكي حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه يا رضوى؟ الحمد لله. انت من القليوبيه؟ ايوه. اهلا بيكي وسلامي لكل الناس اللي عندك. ربنا يخليكي. تسلمي. قولي لي يا حبيبتي انا معاكي. هو انا عندي 25 سنه. ولسه متجوزه كده من سنه ومخلفه بقالي جديد. بألف مبروك، احلى مامي في الدنيا. ربنا يخليكي. تسلمي حبيبتي. وانا بس حاسه من ساعه ما خلفت وكده بدات ارضع، حاسه ان انا دايخه شويه. ما بقدرش اقوم من على السرير كتير، يعني حاسه بكسل كده طول الوقت. بصي يا رضوى، اهم حاجه برضو تعملي تحليل السي بي سي اللي هو صوره الدم الكامله، وتطمني من نسبه الهيموجلوبين والحديد عندك. ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، عايزاكي بعد ما تقفلي معايا تجربي قلب مالتي فيت. موجود في الصيدليات، موجود في القليوبيه، موجود احنا موجودين على فكره في القليوبيه، موجود في الصيدليات. ولو مش قادره تنزلي الصيدليه كلميني عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه، هيوصل لك لحد باب بيتك. قلب مالتي فيت هيبقى رائع معاكي، لانك انت بتقولي دوخه، انت محتاجه فيتامينات ومعادن. ما دام انت الحديد عندك كويس، واكيد انت سنك صغير، يعني هي سنها صغير. 25 سنة. فاعتقد ان مفيش اكيد دلوقتي مشاكل في الاعضاء، يعني كبد وكلى والغده الدرقيه وكل ده، ان شاء الله يبقى عندها سليم. وقتها اقدر اقول لها تستخدم قلب مالتي فيت، هيبقى رائع معاها. طب الجرعه بقى، قولي لنا الجرعه المفروض الطبيعيه ناخد منه قرص. الكبسوله المصرح بيها يوميا هي كبسوله واحده في اليوم. اوكي. كفايه قوي. تمام. أيوة. طبعا وانا مش عايزه اكتر. اصلا عندي تركيز عالي في الزنك، وعندي فيتامين سي 500 ملي جرام، وعندي فيتامين يعني عايزين نوضح انه مش بكتره. لا اقصد لا ان الفيتامين مش هيبقى انا هبقى احسن لما اخد قرصين في اليوم. في ناس ممكن، ما احنا بنوضح للناس. أيوة اللي برضو الجزئيه دي بتختلط عليه. دي حاجه مهمه. ما ينفعش نكتر في الفيتامينات والمعادن. او اخد حاجه ثانيه مشابهه ليه فيها نفس الخواص بس بنسب اقل مثلا. او اخد مكمل ثاني في مثلا. لا لا لا، دي نقطه مهمه. مش هينفع خالص الكلام ده. الفيتامينات
الحيوانات والمعادن مش بكترها. أوكي. احنا بناخد الانتاج اللي محتاجينه اليومي. حلو. هنزود على كده اذا الجسم محتاج بقى حاجه، او لو قدر الله لو محتاجين بقى ده وقتها مع الدكتور، ده استشاره طبيب. يعني في فيتامينات معينه بتاخديها بتركيز عالي قوي قوي، ده التركيزات العاليه قوي ده تحت بقى ايه استشاره طبيب. يقول لك بقى ده شهر شهرين ثلاثه وقفي التركيزات العاليه، ارجعي للتركيزات العاليه بعد 6 شهور، ده الطبيب المختص. لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا اخد فيتامينات ومعادن بالكبسولتين والثلاثه والاربعه والخمسه من غير استشاره طبيب. يعني انا اقدر امشي، بصي بقى دايما يقولوا لنا في فيتامينز هتاخد مثلا 3 شهور وتوقف شهر وبعدين ترجع تستكمل تاني. دايما بنسمع كده. طبعا. طب احنا بالنسبه للالب مالتي فيت ايه الوضع؟ الالب مالتي فيت انا ما عنديش دخله فيتامينات قابله للذوبان في الدهون انها تتخزن، فما عنديش مشكله ان انا استخدمه على طول. وزي ما هم يحبوا، انا هم بيقولوا لي مثلا هل في مشكله ان انا امشي عليه ما اوقفش شهر؟ لا ما عنديش مشكله. أوكي. اللي عايز يوقف شهر هو حر. دي حاجه حريه شخصيه. بس انا بحب ان انا يرجع يكمل عادي، دي حريه شخصيه لاي حد. فهمت. لكن انا بحب ان انا طول الوقت ادعم جسمي بالفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها. احنا واولادنا على فكره، احنا ما بقيناش كلنا بناكل اكل صحي طول الوقت، الريتم السريع بقى مخلينا دايما بنميل لحاجات سريعه، مقليات كتير، حاجات كده. يا الله على المقليات يوميا. الاطفال الفرايز والحاجات وبقت فكره ان احنا نخرج الولاد فيروحوا ياكلوا بره. والستات بتستسهل على فكره. ساعات الستات بتستسهل، هو بنقلي ونحط وكل القلي ما عنديش مشكله، بس مش كتير. لا نقلي عادي، انا ما فيش مشكله، بس انا بقول ايه ما يبقاش يوميا طول الوقت. يعني نعمل بريك في النص، يعني يبقى مشوي مقلي مرات، يعني ننوع. ننوع ننوع ننوع. والزيت ما نقدحش فيه كذا مره، ده خطر جدا. استخدام مره واحده بس، الناس بتزعل مني لما بقول كده. انا بقول لكم الزيت مره واحده، والله انا مش بعمل اكتر من كده خطر للامانه، وبقلل منه كتير يعني. لكن اتمنى حضراتكم تفضلوا دايما بصحه وعافيه بجد والله. انا بصي يعني مهما قلت لك مش هعرف بجد اشكرك على معلوماتك الجميله، احترامك وردودك على اصدقائنا وكل الاسئله اللي بتجيلنا. اشكرك بجد دكتوره دينا ابو سعود، بجد شرفتيني ونورتيني النهارده، وانا بحبك اكتر بجد، وبحب كل اصدقائنا اللي بيشاهدونا وبيحبوكي وبيبعتوا لي اسئله على صفحتي عشان اسالها لك. كل اللي حضراتكم عاوزينه بعتوه، سواء من خلال صفحه دكتور دينا، من خلال صفحه قناه الاهلي، من خلال صفحتي، احنا تحت امر حضراتكم في اي وقت. واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني، دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، شرفتيني ونورتيني. ان شاء الله لقاءات تانية، واتمنى يا رب الفقره تكون نالت اعجاب حضراتكم وقدرنا نرد على كل الاسئله. واخيرا اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.